روسيا وسوريا. الحكومة السورية تطالب كوفي عنان بضمانات لوقف العنف من جانب المسلحين، وتنسب لعنان قوله في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن هؤلاء سيجردون من سلاحهم بعد تثبيت وقف النار. والكلام للمعلم: سنعمل كل جهد لإنجاح محادثات مع وفده الفني للوصول إلى بروتوكول، ونأمل أن يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة من تشكيل فريق للمراقبين الدوليين توافق سوريا على الدول الممثلة فيه. المعلم حث الدول التي توفر دعما للمعارضة المسلحة على وقف ذلك، مجددا في الوقت نفسه من موسكو التزام حكومته بخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية، فيما نظيره الروسي حثه على ذلك. الآن من المهم أن تتخذ الحكومة السورية كل الخطوات اللازمة التي تلتزم بها حسب خطط كوفي أنان، وفي نفس الوقت أعمل في أن جميع الأطراف الدولية لهم سمعة والضغط على الأطراف الماردة سوف تنطلق في أعمالهم من مثل هذه المبادئ. الموقف السوري الذي عبر عنه المعلم نددت فيه المعارضة: الجيش الحر أعلن التزامه بتطبيق وقف إطلاق النار عندما تتحقق الشروط اللي وضع فيها، يعني تطبيق النظام، الوفاء النظام بالتزاماته وعدم إطلاق النار على. كما شككت دول غربية في جدية التزام الحكومة السورية بوقف العنف، فقد اعتبر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ أنه لا توجد دلائل على التزام الحكومة السورية بما نصت عليه خطة عنان، بينما قال ناطق باسم الخارجية الفرنسية إن تصريحات المعلم تعبير جديد عن كذب فاضح وتدل على شعور بالإفلات من العقاب. خطة عنان تنص على سحب الحكومة السورية الآليات الثقيلة بحلول الثلاثاء، إلا أن الثلاثاء أتى كغيره من الأيام حافلا بعمليات عسكرية استخدمت فيها القوات الحكومية على ذمة المعارضة، التي نشرت مثل هذه اللقطات المصورة المدفعية والدبابات في قصف واقتحامات. وقال النشطاء إن الحكومة السورية استخدمت أيضا الطيران الحربي ولا سيما في بلدة اللجات بدرعا. ووفقا للهيئة العامة للثورة السورية، نالت حمص حصة كبيرة من القصف الذي استهدف أحياء الخالدية والبياضة ودير بعلبي. وقال معارضون إن القوات السورية تنفذ سلسلة اقتحامات وهجمات في مناطق ريف دمشق ولا سيما في حرستة وفي ريف حلب والرقة وحما. وائل الحجار، بي بي سي. حجار أسد، حجار بشار. أكرم بشار وفاس.